أسعد الله مساكم أخواني المتابعين. اليوم إن شاء الله راح تكون عندنا تجربة للكراولر الجيب. طبعا هذا الجيب حولينا لبرشلس، أصور لكم فيديو كامل عن أدائه، 2 سل وثلاثة سل. الحين بس لما نشتغل على الجيب ونسوي له صيانة، كنا حبينا نشحن البطاريات ونجهزهن. طبعا في الاتلاف نتأكد دائما أن الشاحن بنفس معطيات البطارية، بطارية جينز 3300 ماتش 3.3A، طبعا 2 سل اللي هو 7.4، والبطارية الثانية بنفس الطريقة 3300 3.3 ماتش و 2 سل اللي هو 7.4. ضغطة سريعة بطارية و بدأت تشتغل المراوح. فان شاء الله تعالى نبدأ نشتغل اليوم على الكراولر. مثل ما تشوفون حاطين له ماكينة برشلس وسبيد كنترول، طبعا برشلس 45A. محتاجين سبار جير، ومحتاجين ايضا بينيون جير يناسب الماكينة. طبعا اخواني في حالة الصيانة نتأكد ان العدة جاهزة، الاسبانة، السكاريب، الثرود، ثريد لوك، كل هالامور. الحين انا اتشاور، يا اما بحطي بينيون 35، طبعا هو كبير نوعا ما، او بحطي بينيون 40 تي. الجيب اوريدي مزود ماكينة برشلس، محولنا من برشلس الى برشلس، فبنشوف شو الانسب. طبعا ميتل سبار جير حاطين ان شاء الله، بيكون هالطريقة بنثبته. بسوي لكم فيديو كامل على شغل الكراولر. وفي خطة ان شاء الله، السيارة فيها مثل ما انتم شايفين فيها كشافات ليتات من قدام، ممكن اقدر احطي مثل الاي دي الجهة الامامية، او نحطي له مثل الاي دي في الجهة الخلفية نثبتها. بنشوف ان شاء الله الجيب بعد ما يكتمل، اصور لكم ان شاء الله فيديو ثاني. الحمد لله انتهينا من تركيب السبار والبينيون جير. اتاكد دائما ان التقارب يكون، يعني الماش يكون مناسب. شوف ما نكون مخلينا وايد ضاك ولا نخليه وايد وسيع. ف الطريقه ان شاء الله يكون ركبنا السبار والبينيون بشكل مناسب. حطينا البينيون جير اللي هو استخدمنا البينيون الصغير يكفي 35 تي، وهذا ان شاء الله بيفيدنا اذا حبينا نستخدمه في المرات الجاية ونسوق السيارة ان شاء الله نطلع فيها. لا تنسون طبعا الثريد لوك يفيدكم وايد في تثبيت هنا البنيان، ضروري جدا عشان ما ينفتح. بنركب ان شاء الله غطى البطارية، رجع البطارية مكانها، وشوفكم ان شاء الله على خير. والحين لحظة الحقيقة بنحط البطاريات 2 سل على السريع، تجربة سريعة. اتمنى ان شاء الله بس اتمنى بس التعديل يكون ان شاء الله اوكي. سبار مع البينيون جير، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه المراوح شغاله، كل شيء شغال. حطي الكبارات على السريع، ناخذ الكرول نشوف شو الاداء، لان ورانا طلعه مع طلعه وليان ديوال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الريموت من اليسار، شوف ما شاء الله تبارك الله. بعد التعديل برشلس ما شاء الله ما شاء الله.
الثاني هذا تعديل على بقية برشلس، السيارة محرك قفل.